حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس جامعة الخليج العربي. أهلا بك دكتور. ما الأهمية التي تشكلها هذه الجائزة للقطاع الطبي والبحثي في البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك بالخير وعلى المشاهدين. إذا سمحت لي بس أضع عن الجائزة في إطارها الكبير، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة له اهتمامات في كل جوانب التنمية في مملكة البحرين، فما هو مهتم بالصناعة والزراعة والتجارة والمال فيما يخدم المواطن البحريني، ومنها اهتمام بالطبيب البحريني. فالاهتمام يأتي كتشجيع وتحفيز للطبيب البحريني اللي حقق تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الطب، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي في دول الخليج أو المستوى الدولي. نعم، ما نوعية المشاركات التي تلقتها الأمانة العامة للجائزة، وما هي المعايير معايير تقييم المتقدمين لهذه الجائزة؟ التقييم في الجائزة الأولى تلقت الجامعة اللي وصل للنهائيات في حدود 50 متقدم، والناس اللي وصلوا في الجائزة الثانية في حدود 30. هذا طبعا بعد تصفية الطلبات والتحديد من هم استوفوا الشروط. فهناك الحمد لله اقبال كبير كبير على الجائزه، وهي في مرحلتها الاولى في دورتها الاولى، وايضا كان وقت قصير بين التقديم والاعلان عن الجائزه. المعايير كثيره الحقيقه، يعني تدخل في مجال الانجاز الطبي، في مجال الابحاث، في مجال الابداع، اللي تقيس فعلا تميز الطبيب البحريني في مملكه البحرين. هناك الحقيقة عدة معايير في أحد الجوائز تصل معايير إلى تقريبا 10، وفي الجائزة الأخرى إلى 12 معيار. فكل هذه المعايير وضعت لاكتشاف فعلا التميز اللي موجود لدى الطبيب أو الطبيبة البحرينية. نعم دكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، رئيس جامعة الخليج العربي وعضو لجنة جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني، شكرا جزيلا لك.